بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن Some Product Function أو مجموعة الدوائل الخاصة بـ Some Product. أول حاجة لازم نعرف إيه دالة Some Product، دي عبارة عن إيه أو بتعمل إيه في الشكل السيمبل ليها. فـ Some Product دي دالة بتستخدم عشان أحسب حاصل جمع ضرب مجموعتين متساويتين العدد في بعضها، بمعنى أو بشكل يعني نوضحها بشكل أحسن بمثال. انا عندي مثلا مجموعه ايا كان تايبس اوف ايا حاجات، مثلا عندي مثلا تايب A و B و C و D و E. كل تايب من ده في عندي الكميه ليه وعندي السعر بتاع الكميه، السعر بتاع كميه واحده منه او حاجه واحده منه. فانا دلوقتي عايز احسب ايه؟ مثلا عايز احسب التوتال برايس بتاع التايبس دي كلها، بمعنى يعني عايز اضرب الخمسة في التلاتين واجمع عليهم التمانية في العشرين واجمع عليهم الاربعة في الخمستاشر واجمع عليهم التلاتة في العشرين واجمع عليهم الاتنين في الخمسين. ففي الحالة العادية هعمل ايه؟ هعمل سلة لوحدها هنا او كولوم لوحده، اضرب في الكولوم ده ايه؟ اقول 150 دي اللي هي ايه؟ اللي هي الخمسة في التلاتين، والمية وستين اللي هي ايه؟ اللي هي التمانية في العشرين، وهكذا. بعد ما اضرب كل الرينج ده في الرينج ده بجمع كل الضرب اللي انا جبته في الاخر ده، فيطلع لي الناتج كام؟ 530. فلو خدنا بالنا هنا ان احنا عمل عشان نوصل لل 530 دي الرقم اللي انا محتاجها، عملت قبلها كام خليه؟ ادي 1 2 3 4 5 6 خلايا عشان اعرف اوصل للرقم ده. طيب انا لو عايز اضغط عن كل عدد الخلايا دي واعمل الكلام ده في خطوه واحده، اجيب السم ده او التوتال برايس بتاع اللي انا عايزه ده في خليه واحده، اعملها ازاي؟ زي ما احنا شايفين هنا هعملها بداله السم برودكت. تعالى نكتب احنا الداله كده مع بعض. اول حاجه هقول يساوي وصم برودكت، معلش بيكتب عربي، اقول يساوي وصم برودكت، تمام كده الداله اتكتبت معايا. او ادوس دبل كليك على الداله اللي ظهرت لي، بقوم جاي عامل بعد كده فتح القوس. هلاقي بعد ما فتحت القوس اللي هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي اعمل دخل الاري واحد والاري اتنين والاري تلاتة وهكذا. طيب ايه الاري واحد؟ اللي هو الرينج الاول، اللي هو فين الرينج الاول؟ ده اول رينج عندي، صح؟ تمام. طيب بعد ما بدخل اول رينج طلب مني تاني، اول حاجة لازم اعمل كومة زي ما احنا متفقين، عملت الكومة فطلب مني ايه؟ الرينج التاني، دخلت له الرينج التاني بالشكل ده. هل في رينج تالت عندي انا محتاجه؟ مفيش. طب لو في، لو انا بضرب اكتر من كولوم في نفس في بعض، يبقى عادي هدخل كل رينج ورا التاني وهكذا. طيب انا مش محتاج الا ايه؟ الرينجين دول اللي هو الاري واحد ده وادي الاري اتنين ده، اللي هي الاماونت والبرايس. بعد كده اقوم جاي اعمل ايه؟ اقوم جاي قافل الكوس، تمام. بعد ما قفلت الكوس اديله انتر، هلاقي دخل لي او طلع لي النتيجه كام؟ 530، نفس النتيجه اللي احنا جبناها بالخطوات المبسطه بتاعتنا اللي هي 530. ده معناه ان هو عمل ايه؟ ان هو ضرب الخمسه في التلاتين، وبعد كده جمع 8 في 20 جمع عليهم 4 في 15 جمع عليهم 3 في 20 جمع عليهم 2 في 50 وهكذا لحد ما وصلنا ل 530. يبقى دي الطريقه السيمبل او الحاجه السيمبل خالص لايه؟ لداله سام برودكت. طيب لو انا بقى عايز ادخل مع سام برودكت اكتر من حاجه او كذا حاجه تانية تدخل معايا، زي ايه مثلا؟ زي مثال زي ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي احسب الورلد وسكيل سنسيتيف. يعني ايه؟ يعني شايفين الخلايا اللي عندي السيلز اللي عندي اللي هي محمد محمد ومحمد، بس باختلاف طبعا ايه؟ الحرف هنا الحروف كلها كابيتال، هنا كلها سمول، هنا البدايه بكابيتال. هو عايز يعرف ايه؟ عايز يعرف كلمه محمد دي اللي كلها كابيتال متكرره في الرينج ده كام مره، وبعد كده كلمه محمد دي متكرره في الرينج ده كام مره، وكلمه محمد دي متكرره في الرينج ده كام مره. فمن خلال هنا مش هقدر استخدم سم برودكت لوحدها، فمحتاج دالة تاني معايا تبقى اسمها دالة ايه؟ اسمها دالة اجزا. فلازم اعرف الاول دالة اجزا دي عبارة عن ايه او بتعمل لي ايه الاول عشان افهم اللي انا هستخدمه. احنا قلنا دالة اجزا دي بتستخدم عشان اقارن اتنين تكست مع بعض، يعني بقارن تكست بتكست، يعني اقول له قارني التكست اللي في الخلية دي بالتكست اللي في الخلية دي، وساعتها النتيجة يطلع لي ايه؟ يطلع لي حاجة من اتنين، يا اما ترو يا اما فولس. بمعنى لو انا جيت مثلا ده تكست واحد وده تكست اتنين، في دالة اكزكت لازم اقول يعني لازم اقارن سيل بسيل، ما ينفعش رينج برينج، هي لازم سيل بسيل. فبالتالي انا لو جيت مثلا هنا في الخليه دي قلت له الداله اكزكت ودخلت له التكست واحد وادي التكست اتنين، لقيته كتب لي ايه؟ فولس. ليه كتب لي فولس؟ لان محمد هنا غير محمد هنا، او الحروف هنا كابيتال وهنا سمول. فبالتالي دالة اكزكت بتقدر تفرق لي ما بين الحروف الكابيتال والسمول.
انما هنا كتب لي ترو. طب لو كنا نجربها احنا كده مع بعض، اقول مثلا اكزت والاول يساوي طبعا اكزت، انت جاي فاتح قوس زي ما احنا شايفين طلب تكست واحد وتكست اتنين. فلو قلت مثلا ادي التكست واحد وعملت له كومه وادي التكست اتنين وانت جاي قافل، هلاقيه كتب لي ايه؟ فولس زي ما هي مكتوبه هنا كده بالظبط، وادي الترو زي ما هي معموله هنا بالظبط. يبقى احنا عرفنا اكزكت نفسها بتعمل ايه. طيب انا عايز بقى احلله المثال ده ازاي، هو عايز يعرف كلمه محمد دي بالشكل ده زي ما هي بالظبط متكرره في الرينج ده كام مره. فهقول عايز استخدم سم برودكت مثلا. طيب سم برودكت ازاي؟ ده احنا لسه قايلين ان سم برودكت فوق بتعمل ايه؟ بتضرب رينج في رينج. طب هنا هتمشي ازاي؟ هنشوف زي ما احنا ماشيين دلوقتي. هقول مثلا تعال نمشيها واحده واحده، قول يساوي وقول ايه سم برودكت تمام، وانت جاي فاتح كورس سيبه يعني هنمشي واحده واحده وهقول لكم ايه موضوع الاثنين ناقص اللي موجوده دي. طيب انا فتحت ايه سم برودكت، فقلت له دلوقتي جوه سم برودكت قلت له ايه حاجه اسمها ايه اكزاكت تمام، فدخلت له اكزاكت وبعد كده قمت فاتح كورس. انا قلت بقارن ايه؟ المفروض في اكزكت الواحدة بقارن سلايه بسلايه، انما في الحاله دي اقارن ايه؟ هقول له اكزكت دي السله الاولى قارنها لي بايه؟ كوما، قارنها لي المره دي بالرينج كله. يبقى عشان كده انا استخدمت سام برودكت معايا، ما استخدمتش ايه؟ ما استخدمتش اكزكت لوحدها، استخدمت سام برودكت، ده اللي خلاه يقارن السله دي بالرينج ده كله. طيب بعد كده قمت جاي ايه؟ قافل الكورس تمام، وقافل الكورس بتاع سام برودكت. هل لو انا عملت يساوي كده يجيب لي حاجه؟ جاب لي صفر. طب ليه جاب لي صفر؟ لان احنا قلنا ان داله اكزكت بتطلع لي حاجه اسمها فولس وحاجه اسمها ترو، ما بيطلعليش ارقام. فانا لما قلت له قارن ده اعمل سام برودكت الاكزكت ما بين محمد والرينج ده عمل ايه؟ قال ان دي ودي فعلا ترو، دي السله دي مع السله دي ترو، طيب والسله دي مع السله دي فولس، طب والسله دي مع السله دي فولس، ودي مع دي ترو، وهكذا. هل في اعداد يجمعها؟ مفيش، هو مش فاهم لان الداله مطلعه له فولس وترو. طب انا عشان اخلي الداله دي ما تطلعش فولس وترو اخليها تطلع لي ارقام، بمعنى يعني احول الفولس لقيمه مقدارها واحد صفر اسف، والترو لقيمه مقدارها واحد. ففي الحاله دي الداله المفروض تشتغل ازاي؟ يقوم مقارن محمد دي بمحمد دي، لقاهم زي بعض بالظبط، بدل ما يكتب ترو يكتب واحد، بعد كده زائد، يقارن محمد دي بمحمد دي، لقاها فولس يبقى صفر، محمد دي ومحمد دي فولس يبقى صفر، محمد دي ومحمد دي ادي واحد كمان، وهنا ادي واحد كمان، يبقى كده ثلاثة. فانا متوقع ان هنا يكتب لي ثلاثة. طب هنا كاتب لي بصفر ليه؟ لان احنا قلنا اللي هو شغال على الترو فولس. طب انا عشان احول له الترو والفولس دي لواحد وزيرو لازم اعمل له العلامتين اتنين ناقص هنا كده، بس افتح لهم قوس لوحدهم تاني واقفل في الاخر بقوس. يبقى العلامتين الناقص دول اللي انا حطيتهم دول حول لي الترو والفولس بتوعي لواحد وزيرو. فلو اديت له انتر دلوقتي فلقيته كتب لي ثلاثة، ثلاثة اللي هم ايه؟ ان هو قارن محمد دي بكل خلية في الرينج دي وفي الاخر حولها لواحد وصفر وجمع كل الوحيد اللي عندي، فطلعت ثلاثة بالشكل ده. نفس الكلام في محمد اللي هي كلها سمول، حروف سمول. لو خدت بالي عليها متكررة ايه؟ مرة واحدة بس اللي هي المرة دي. طب لو خدت بالي في محمد اللي اولها كابيتال بس اللي هي متكررة مرتين، ادي هنا وادي هنا، وكل دالة بنفس المعادلة اللي احنا قلناها لسه فوق. وطبعا ادي الدالة انا مفرطها لكم هنا برضو عشان تشوفوا شكل الدالة لو واحنا بنتكلم في الفيديو. يبقى ده تاني مثال. طيب نخش على مثال بعده اللي هي ايه؟ سام برودكت بس معاها ايه؟ معاها كاونت اف. ازاي؟ انا هنا في المثال ده عاوزك تحسب عدد المرات اللي بيتكرر فيها اسماء الحيوانات دول في الرينج ده. يعني المثال بيقول لك ايه؟ كاونت انيمالز بتوين سينجز، يعني عد لي عدد الحيوانات اللي هي الانيمالز دي في الرينج اللي هو السينجز ده، في الرينج بتاعي ده. انا لو جيت اعد دول هنا هلاقيهم كام كده بالعين؟ ادي واحد وادي اتنين وادي تلاته، المفروض يطلع لي الرقم تلاته، صح؟ طيب الداله هنا هتتعمل ازاي؟ طب انا لو حبيت اعملها بكاونت اف مش ينفع؟ ينفع، بس هتتعمل على تلات مرات. ازاي؟ يعني كاونت اف انا قلت انا بدخل لها شرط واحد فقط، فلو جيت استخدم كاونت اف زي ما انتوا شايفين كده هنا، قلت كاونت اف صح؟ لما اجي استخدم كاونت اف بيسالني على الاول الرينج بتاعي فين؟ قلت له الرينج بتاعي اهو. طيب وعايزني الكرايتيريا بتاعتي ايه؟ الكرايتيريا بتاعتي هقول له اللي هي كلمه ك، يا اما اكتبها له يا اما اعلم له على السل دي، او اكتب له ما بين كوتيشن مارك كلمه ك، فهيدور لي على في كام كات في الرينج ده.
فلو اديت له انتر عليه يطلع لي واحد، ونفس الكلام دوج واحد، ونفس الكلام جمل واحد، يبقى هو كده طلع واحد واحد واحد. طب لو انا عايز بقى سل واحده فيها الثلاث ارقام دول، ممكن اعمل كاونت اف دي 3 مرات جنب بعض، يعني بعد ما اعمل كاونت اف بالطريقه دي اقوم قايل زائد كاونت اف تاني، كاونت اف تاني، وافتح للرينج، اقوم جاي قايل ايه المره دي، اقول له المره دي قايل الرينج بتاعي تمام، وفي ايه تاني، وادي دور لي على الدوج المره دي، ادي معلش الرينج بتاعي، بعد كده كوما دور لي على دوج، جاي ايه قافل الكورس. طب بعد كده زائد برضو كاونت اف، كاونت اف، وافتح كورس، ادي الرينج تاني، وادي الكوما، واقفل الكورس، جاي قافل الكورس بالشكل ده. فلقيته طلع لي 3، لان الداله دي انا دخلت فيها 3 كاونت اف مع بعض، مش واحده، 3 كاونت اف مع بعض. طب لو انا مش عايز اقعد اكتب كل ده وعايز استخدمها بسام برودكت، استخدمها ازاي؟ لو خدت بالكم انا فرضت لكم الداله هنا برضو. طيب هستخدمها ازاي بسام برودكت؟ طيب بس نرجع دي زي ما كانت واحد، تعال نشوفها مع بعض. اقول سام برودكت، سام برودكت يعني اجمع لي الحاجات اللي هنا هقولها لك، بس بدل ما اقول له اجمع على طول هقول له ايه بقى، بدل ما اقول له اجمع على طول بالشكل ده، سام برودكت واضرب اري في اري، معلش اقول له ايه اضرب اري في اري وهكذا، اقول له ايه سام برودكت، وبعد كده بفتح له القوس خلاص، واقول له بقى ايه كاونت اف، عد بس بشرط، عد بس ايه بشرط. طيب بشرط ايه بقى، فين الرينج بتاعي، ادخل له ادي الرينج بتاعي، فيها مشكله ما فيهاش مشكله. طيب اقوم عامل له كوم، اقول له بقى فين الكرايتيريا، بدل ما انا كنت بختار الكات لوحدها او دوج لوحدها او جمل لوحدها، في الحاله دي السام برودكت خلتني اعمل ايه، خلتني اقدر اختار الثلاثه مع بعض. فبعد ما بختار الثلاثه مع بعض كرايتيريا، اقوم جاي قافل القوس وجايب له انتر، معلش هو في ايه مشكله، كتب لي هنا هو ايه، كتب لي الثلاثه زي ما احنا شايفين، اللي هو ايه عد الكات اللي هنا شافها لقاها مره، وجمع عليها الدوج اللي شافها من هنا بقت مره، وجمع عليها الكامل اللي شافها من هنا بقت مره، فبالتالي اداني الناتج كام، 3. فده الحاله الثانيه اللي انا استخدمت فيها السام برودكت مع كاونت اف، وعرفت ان انا ممكن استخدم 3 كاونت اف مع بعض، او ممكن استخدم السام برودكت وكاونت اف واحده في هتديني نفس النتيجه بالظبط، ده هتديني 3 ودي هتديني 3. طيب دي تاني حالة. طيب تالت حالة، في حاجة اسمها ايه، اقدر استخدم حاجة اسمها كاونت اف مع دالة اسمها مود ام او دي. طب افهم الاول ايه هي الام او دي دي، انا لما اجي استخدم مثلا دي شوية اعداد عندي اهي، لما اجي اقول انا عايز اقسم الاعداد دي على 3، على كام، على 3، هلاقي الناتج هنا كام، لما اقسم التلاتة دي على 3 هيديني كام، اهو اللي هي السلة اللي هي سي 63، اقسمها على 3 هيديني كام، هيديني 1. طب لما اقسم السلة دي على 3 هيديني كام، هيديني 2. اقسم السلة دي اللي هي فيها 10 3 هيديني كام، 3 علامة 3 3 3، وال 15 على 3 فيها 5، وال 20 على 3 فيها 6 علامة 6 7 بالشكل ده. يبقى دي دالة الاسم عادي، اللي هي علامة الاسم اللي عندي. طب ايه بقى دالة الام او دي دي، الام او دي دي دالة خاصة باستخراج الرقم الصحيح من باقي الاسم، بمعنى يعني بشوف بقى الاسم كام واشوف فيها كام رقم صحيح، يعني لما اجي اقول هنا 3 على 3 فيها كام واحد، هل في باقي اسمه، مفيش باقي اسم، يبقى داله الام او دي المفروض تخرج لي كام، تخرج لي صفر. طب لما اجي اقول 6 على 3 فيها كام، الاثنين، والاثنين ده رقم صحيح على طول، هل في باقي اسمه، مفيش، فبالتالي هيخرج لي صفر. طب لما اجي اقول 10 على 3 هلاقي فيها كام، هلاقي فيها 3 علامه 3 3 3، فبالتالي الداله دي فيها باقي اسمه، يعني ممكن احول الداله دي لايه، اقول 10 على 3 هي اكنها 9 على 3 وزائد واحد، صح؟ فباقي الاسم الرقم الصحيح ده اللي هو الواحد، لان 10 على 10 على 3 ممكن اقول 9 على 3 اللي هي ب3 رقم صحيح ويتبقى واحد. نفس الكلام 15 على 3 فيها 5 وما يتبقاش حاجه. طب 20 على 3 انا ممكن اقول هي 18 على 3 اللي هي فيها 6 كرقم صحيح، ويتبقى ايه بقى؟ رقم صحيح من الاسم اللي هو الاثنين، لان انا قلت 18 بدل 20 فيتبقى الاثنين. يبقى دي داله الام او دي اللي هي بتعمله. طب تعالى نجرب كده احنا نكتبها، لو قلت يساوي ام او دي وانت فاتح قوس هلاقي طلب ايه؟ طلب لي هنا الرقم اللي انا عايز اقسمه، اقول مثلا رقم 3. طب عايز تقسمه على كام؟ اقول كولا كوما، عايز تقسمه على كام؟ عايز اقسمه في الحاله دي احنا قلنا على 3 برضو زي دي، اقوم قافل القوس وادي له ايه؟ انت هلاقي اللي حصل اللي هو كتب لي كام؟ كتب لي صفر زي هنا، هنا اهي الداله اهي، ام او دي الخليه على 3 اداني صفر.
لو انا بقى شديت دي لتحت كده زي ما احنا متعودين عليه وكتب لي نفس الارقام اللي هنا زي ما احنا لسه شارحينها، يبقى احنا عرفنا دلوقتي ايه هي دالة الام او دي او بتعمل ايه. طيب في المثال اللي عندي بيقول لي استخرج لي الاعداد مثلا الفردية من الارقام دي او الزوجية ايا كان. طيب تعالى كده نقول ملحوظة صغيرة، الاعداد الفردية اي عدد فردي، مش هو العدد الفردي ده بيقبل القسم على الاتنين؟ لا، بس هيقبل القسم على الاتنين ويتبقى كام؟ يتبقى واحد. زي ما اقول مثلا 3 على الاتنين مش هينفع، اقول مثلا 3 على الاتنين دي اكنها 2 على 2 بالرقم صحيح ويتبقى واحد. طب لو قلت مثلا 11 على الاتنين، اقول 11 على الاتنين دي ازاي ما تقبلش القسم على الاتنين؟ انا ممكن اقول 10 على الاتنين ويتبقى واحد وهكذا. يبقى الباقي الصحيح من الباقي الاعداد الصحيحه من ناتج القسمه دي على 2 للاعداد الفرديه بتساوي 1. طيب للاعداد الزوجيه، هي تقبل القسم على الاثنين على طول، اي عدد زوجي بيقبل القسم على الاثنين، فبالتالي اي عدد زوجي لما اسيبه على الاثنين مش هيبقى في ناتج او خارج او باقي للقسمه، هيبقى باقي القسمه بيساوي كام؟ صفر. فدول ملحوظتين حبينا نعرفهم. طيب احسب ازاي هنا الاعداد الفرديه؟ هستخدم داله الام او دي مع السم برودكت زي ما احنا متعودين، فبقول الاول ايه؟ يساوي سم برودكت، سم برودكت تمام، قمت جاي فاتح قوس تمام. طيب لو جانا جيت قلت دلوقتي ام او دي على طول، قمت جاي فاتح لها القوس تمام، قلت له الرينج بتاعي اهو، قلت له فين الرينج بتاعي؟ الرينج بتاعي اهو، قمت جاي عامل له كوما وقلت له يقبل القسمه اللي هو قسمه لي على الاثنين، قمت قافل القوس. هل كده هيطلع لي الاعداد الفرديه؟ لا، هو كده عادي، ما لسه الداله مش معروف. انا قلت عشان اطلع العدد الفردي محتاج ايه؟ ان الام او دي الخارج منها الناتج يكون بيساوي كام؟ بيساوي واحد. يبقى الخارج منها يكون بيساوي ايه؟ بيساوي واحد. ففي الحاله دي اقول يساوي واحد. يبقى الام او دي الداله بتاع الام او دي لما اقسمها على الاثنين الشرط بتاعي ان هو يساوي واحد، ومقفل القوس على كده. انا لو قفلت القوس على كده واديته انتر هدي ايه؟ بيساوي صفر. بيديني صفر ليه؟ اداني صفر مع انه المفروض يديني اربعه اللي انا معلم عليهم بالاصفر، ما ده عدد فردي عدد فردي عدد فردي عدد فردي. طب ليه ادالي صفر هنا؟ لان انا هنا لما دخلت له الام او دي وقلت له ان هي ليها شرط بتساوي واحد، فبالتالي ادام انا دخلت للداله شرط مش هيطلع لي قيمه، هيطلع لي يا اما ترو يا اما فولس، واحنا قلنا ان السم برودكت ما فيش حاجه اسمها ان هي تجمع ترو او فولس، يبقى انا لازم احول الترو والفولس دي ايه؟ لواحد وزيرو. هو دلوقتي هنا طلع لي ايه؟ طيب عمل لي على دي اكنني عامل لي عليها ترو، وعمل لي على دي فولس، ودي فولس، ودي فولس، ودي ترو، ودي ترو، ودي ترو. فانا بالتالي ايه؟ عايز احول الحاجات دي لواحد وصفر، انا عايز دي واحد ودي صفر 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 ودي تبقى واحد واحد واحد. فقلنا بنعمل ايه؟ قلنا بنعمل علامتين ناقص قبل الداله كده، وافتح لهم قوس الداله تاني مخصوص واقفل لهم ايه؟ القوس هنا تاني مقفول. لو اديت له انتر دلوقتي ثانيه كده عشان في مشكله. لو اديت له انتر دلوقتي ايه اللي حصل؟ طلع بيساوي اربعه. صح، طلع بيساوي 4. قلت له سم برودكت، فتحت القوس عملت الاثنين ناقص عشان يحول لي الترو والفولس لواحد وزيرو، قمت جاي فاتح قوس ثاني كتبت له الداله الام او دي، كتبت له الرينج بتاعي وقلت له كوما 2 اللي هو هتقبل القسم على الاثنين بس بشرط بعد ما اقفل القوس قلت له الشرط اللي هو ايه؟ يساوي واحد، وقفلت الاقواس بتاعتي فطلعت لي بتساوي 4. لو انا عايز اطبق نفس الداله دي بس الاعداد الزوجيه، قلنا الشرط بتاع الاعداد الزوجيه ايه؟ بدل الواحد اللي كان هنا ده يبقى تساوي صفر، لان هو يقبل القسم على الاثنين على طول مش هيتبقى اي حاجه، فهعمل نفس الداله بس تساوي صفر، واقفل الاقواس هيطلع لي ايه؟ عدد العدد الارقام الفرديه الزوجيه اللي هي هنا اللي هي 56 و22 والاربعه وال42. دي كانت تاني حاله. طيب في بقى تالت حاله اللي هو ايه؟ انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ بيقول لي احسب كاونت ماتشز بتوين تو كولوم، يعني احسب لي المتشابه بتوين عدد المتشابه عدد الحاجات المتشابهه ما بين الاثنين كولوم دي، ادي كولوم واحد وادي كولوم اثنين. هلاقي هنا بالنظر كده ان كولوم واحد ادي ايه ايه وادي ثلاث ايهات، هنا تريبل بي وهنا تريبل بي، هنا تريبل سي هنا تريبل اكس، يبقى دول مش متشابهين، طلعوا كده من الحسبان. هنا تريبل دي وهنا تريبل دي، دول متشابهين، يبقى خلاص كده، يبقى انا كده بالنظر في كام حاجه متشابهه هنا؟ هلاقي في ثلاث حاجات متشابهه. طب ما حد يجي يقول لي في هنا تريبل اكس وهنا تريبل اكس، لا هو بيقارن كل سيل بالسيل اللي قدامها، يعني هو بيقارن دي بدي لو تمام يقول لي واحد، دي بدي لو تمام يقول لي اتنين، طب دي بدي تمام لا يبقى كتب لي صفر، دي بدي تمام اداني واحد، دي بدي تمام صفر، دي بدي صفر، دي بدي صفر،
يبقى في الحالة دي هو الأخضر بس اللي تمام، يبقى المفروض العدد اللي أنا أتوقعه اللي هو يساوي كام؟ 3. طب لو جينا نطبق الكلام ده بالدالة بتاعت سام برودكت هلاقي إيه بيقول لي؟ هقول يساوي سام برودكت. فتحت القوس، إحنا قلنا أدام أنا مدخل شرط يبقى لازم أعمل إيه؟ علامتين الناقص، فعملت له علامتين الناقص وفتحت له قوس. لما فتحت له قوس قلت له إيه؟ قارني إيه؟ قارني الرينج الأول ده كله أهو، الرينج ده كله اللي في كولوم واحد، وبعد كده إن هو يبقى بيساوي الرينج ده كله. يبقى انا معنى ان انا عملت يساوي ما عملتش كوما زي ما التعريف بتاع ده اللي سام برودكت طالع، يبقى ده كده بقى شرط. قلت له انا عايز ايه؟ قارني كل الحاجات اللي في كولوم واحد بالحاجات اللي في كولوم اتنين، ان هي لازم تبقى في ماتش ما بينهم، لازم يكونوا بيساووا بعض. وبالتالي هو يطلع لي ايه؟ اذا انا مدخل له كشرط طلع ايه وايه، عمل لي دي ترو ودي ترو ودي فولس ودي ترو هكذا. وقلنا احنا عشان نحول الترو والفولس لازم احط علامتين ناقص في الاول، فبالتالي الداله بقت بالشكل ده. ولو تنطر على ايه كتب لي 3 اللي احنا قلنا عليهم. طيب واحد يجي يقول لي تفرق ايه داله ماتش دي اللي هي كاونت سام برودكت اللي احنا عملناها دي بالداله لو انا استخدمت ايه كاونت اف زي المثال اللي فوق؟ طب ما انا ممكن استخدم كاونت اف اقول له سام برودكت بس ادخل كاونت اف، هنا انا عملت له سام برودكت وما دخلتلوش حاجه، انما انا هنا اعمل له سام برودكت وادخل له كاونت اف واقول له ايه بقى لما في الكاونت اف، لما يسالني على الرينج اقول له الرينج اهو، ولما يسالني على الكرايتيريا اقول له الكرايتيريا اهي، نفس المثال اللي كان فوق. ايه المشكله؟ هلاقيه طلع لي الناتج هنا كام؟ لا هلاقيه طلع لي الناتج 4. ليه؟ لان ده ما بي ده الكاونت اف دي ما بتعمليش ماتش، بتعمل ايه؟ بتشوف لي هل اللي هنا موجود هنا ولا لا. ففعلا اللي هنا موجود هنا، حتى التريبل اكس موجوده هنا، هي تريبل اكس، فقال لي ان هم الاربعه فعلا موجودين، انما دول لا ودي لا ودي لا. انما في الحاله دي كده كاونت اف، انما في حاله الماتش لو انا استخدمت سام برودكت بس زي الداله اللي احنا شايفينها هنا دي كده، دي ودي كده مش هيحسبها معايا، لان مفيش ماتش ما بين السله دي والسله دي. فانا لو جيت هنا غيرت دي وعملتها تريبل اكس واديت له انتر هلاقي دي بقت ايه؟ بقت 4. هلاقي دي بقت كام؟ بقت 4. فبالتالي طب وليه دي بقت 5؟ لان دي بقت اهي 1 2 ادي 3 ادي 4 وادي 5 في الحاله دي. فعشان كده بالطريقه دي احنا كده عرفنا الفرق ما بين الدوال اللي هو داله سام برودكت على طول لما بستخدمها باستخدام يساوي علشان يطلع لي الماتش المتشابه ما بين السل والسل اللي قصادها، او كاونت اف. طيب دي كانت تاني حاجه. طيب تالت حاجه او اخر مثال عندنا اللي هو ايه؟ بيقول لي دلوقتي في المثال ده احسب لي كالكوليت راننج كاونت اوف ايه. يعني ايه؟ يعني عايز يعرف ترتيب او رقم الترتيب بتاع الحرف ايه ده، بتاع حرف ايه، بتاع الحرف ايه ده. تعالى نظلله بلون تاني مختلف كده. يبقى انا بتكلم دلوقتي على ايه؟ عن السله دي، عايز يعرف ترتيب السله دي، لكن دي مش موجودين برضو. عايز يعرف ترتيب حرف الايه ده في العمود ده لكل اللي ليهم حرف الايه. يعني عايز اعرف دي الايه رقم كام هنا. لو انا جيت عدها الاقي ادي 1 ادي 2 دي طبعا لا، فدي 3 دي 4 دي لا ودي 5، فلاقي ان ترتيب الحرف ده هنا اللي هو رقم ايه؟ رقم 5. طب استخدم دي ازاي؟ طيب احنا طبعا برضو هناخد داله اف بالتفصيل وهنعرف داله اف بنستخدم ازاي، بس سريعا لحد ما ناخد داله اف تعالى نشوف. انا بدخل له الداله دي ازاي؟ بقول له مثلا اف، بقول له يساوي طبعا يساوي، بعد كده بقول له اف لو الخليه دي اللي هي بي 31 بتساوي ما بين كوتيشن مارك ايه، يعني لو الخليه دي فيها حرف الايه او التكست اللي فيها هو حرف الايه، فاحنا اتفقنا ان في داله اف اول حاجه الشرط، بعد كده بقول له لو الشرط ده ترو اعمل ايه، وبعد كده لو الشرط ده فولس اعمل ايه. فانا اول حاجه الشرط ان الخليه دي تبقى فيها حرف الايه. طيب لو الشرط ده موجود اعمل لي ايه بقى؟ بقوم مدخل له كاونت اف معايا، بقول له عد لي الرينج ده، عد لي الرينج ده كله في كل ده، والكرايتيريا بتاعتي اللي هي ايه بقى؟ اللي هي تكون حرف الايه بس. يبقى عد لي الرينج ده كله بشرط ان الكرايتيريا بتاعتي تكون حرف الايه، قوم قافل الكود ده لو الشرط اتحقق. طب لو ما اتحققش اعمل كوتيشن مارك كده وفاضيين، اللي هو يعني ايه اعمل لي علامه فاضيه. طب تعالى نجرب كده هنا، ده ايه اهو، بالتالي دي الايه رقم 5 زي ما احنا شايفين. طب هنا لو ما كانتش ايه كانت اي رقم؟ هل ايه بقت كده ايه؟ كتب لي هنا 4. طب لو دي كمان كانت اي رقم؟ هل ايه كتب لي هنا بقت 3 اللي هم ادي 1 2 ودي الثالثه. فبالتالي دي لو رجعت ايه؟ تمام. ودي لو رجعت ايه؟ تمام. تمام كده. طب لو دي اصلا ما كانتش ايه؟ كانت بي، هلاقي ايه اللي حصل؟ ساب لي فاضيه الخانه. ليه سابها لي فاضيه؟
ان انا قلت له ان الشرط بتاعي ان الخانه دي تكون فيها حرف الايه. دلوقتي في الخانه دي ما تحققش الشرط اصلا، فعمل لي ايه بقى؟ اف فولس. لو هي كانت فولس يعمل ايه؟ اف فولس الفاليو، اف فولس. قلت له اعمل ايه؟ سيبها لي فاضيه. فبالتالي في الحاله دي سيبها لي فاضيه. احنا عرفنا دلوقتي، ودي برضو احنا لسه هنستخدمها ان شاء الله لما هنخش في داله اف بالتفصيل هنفهمها اكتر. فدلوقتي احنا اتكلمنا عن سام برودكت كسيمبل والحاجات اللي ممكن استخدم فيها سام برودكت. وشكرا.